السلام عليكم، عواشركم مبروكه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم في هذا الفيديو في احسن حال كما العاده. اليوم غنشارك معكم كما كتشوفوا معايا لي بات بالبيشاميل، كتجي زوينه، غير جربوها. غندوزو المقادير والطريقه. عندي هنا لي بات واحد كيلو لاروب تقريبا. اي نوع نتوما كتبغيو لي بات ممكن ديروه. هنا عندي نص كيلو ديال الكفته. المهم هاد القياس هذا راه كيبقى على حسبكم نتوما، كل واحد كيدير القياس اللي بغا. هنا غنحتاج ملحه، ضامه ديال البنه، البقري ولا الغنمي على حسب نتوما شنو بغيتو، الخرقوم، شوت البزار، سكينجبير، تحميره، ورقه ديال سيدنا موسى. وهنا عندي واحد جوج معالق كبار ديال مطيشه الحك، شويه ديال الزعتر، هنايا واحد ثلاثه ديال المطيشات محكوكين، وهنا كما كتشوفوا بصله متوسطه، وعندي هاد الفلفله هذه مشكله اللي كان متوفر عندكم. غادي نقطع دابا هاد الفلفله والبصله قطع صغيره. هنا غادي نزيد شويه ديال الزيت صافي، وغادي ندي هادشي للبوطه باش يتشحر. غادي نزيد هذيك الكفته اللي عندي وغنحرك كلشي مزيان. صافي نخلي هادشي حتى يطيب شويه ديك الكفته، ومن بعد غنرجع ليها. هنا راه الفيديو كنسرعو باش ما يجيش الفيديو طويل وما تملوش. انا من بعد ما طابت شويه ديك الكفته زدت عليها مطيشه محكوكه. صافي هنا مباشره غادي نزيد ديك العطريه اللي قلت لكم عليها من قبل. غنزيد هذيك الضامه اللي عندي، بقري ولا غنمي اللي بغيتو. صافي غادي نخلط هادشي كما كتشوفوا مزيان. وهنا غادي نزيد الماء القياس فاش غادي يطيب هادشي كامل. صافي هنا غادي نغطي عليه وغنخلي كل شيء حتى يطيب. هنا عندي الماء اللي غليته من قبل، وغادي نزيد عليه هذيك الكميه اللي عندي ديال لي بات. ما نديروش لي بات في الماء بارد. صافي راه زدت هنايا واحد شويه ديال الملح، وغادي نخلي كل شيء. نرجع لديك لاصوص اللي عندي، غادي نزيد عليها دوك جوج معالق كبار ديال مطيشه ديال الحك. هنا غنزيد هذاك الزعتر اللي عندي، هاد الوصفه كيتواتى مع الزعتر مزيان. صافي هنا غادي نغطيها، غادي تزيد واحد شويه مازال، ومره مره نحركها ما نغفلش عليها. صافي لاصوص ديالي هنايا واجد كما كتشوفوا.
هنا غادي ندوز نصفي لي بات. صافي هنايا من بعد ما سقطرات هذيك لي بات غادي نزيد لها واحد شويه ديال الزيت وغادي نحركها باش ما تلتصقش وتعجن. صافي نخليها على جنب. هنا غادي ندوز للبيشاميل ديالي. هنا عندي واحد جوج معالق كبار ديال الزبده وجوج معالق ديال الطحين واطرو ديال الحليب. غادي ندوب هذيك الزبده اللي عندي. الا كنتي دايره هنا غير نص كيلو ديال لي بات يعني وكميه قليله ممكن ديري نصف المقادير يعني السطرو ديال الحليب ومعلقه الزبده ومعلقه ديال الفرص. هنا حيت عندي كميه كبيره شويه وضاعفت المقادير. صافي هنا غادي نزيد واحد جوج معالق ديال الفرص وغادي نحرك هاد المقادير مزيان والنار تكون مهيله. صافي من بعد ما حركنا داك الفرص والزبده مزيان غادي نبدا نضيف الحليب شويه بشويه تنكمل الكميه اللي عندي. هنايا زدت شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار مع التحريك شويه بشويه يعني ما خصكش تغفلي عليه غتبقاي تحركيه حتى تحصلي على واحد الخليط كما كتشوفي عاقد. هنا عندي هاد الكمية اللي كتشوفو ديال الفرماج الحمر وكل واحد على حسب الكمية اللي بغيتي. غنحتفظ بهاد النص هذا وهاد النص غادي نحكم على البيشاميل وهو مازال سخون باش يذوب الفرماج. صافي هنايا كلشي واجد عندي. غادي ناخد المول اللي غادي اللي كيطيب في الفران غادي ندير ديك لي بات هي الاولى في هاد المول. غادي نزيد هنا الكميه اللي عندي ديال لاصوص كامله. صافي غادي نحرك مزيان هاد لي بات مع لاصوص باش ما تجيش باسله باش كاع هادوك الحبات ديال لي بات توصلهم لاصوص. غادي نضيف نص الكميه اللي عندي ديال البيشاميل. ونخلط كل شيء مزيان. هنا غادي نكمل الكميه اللي بقات عندي ديال البشاميل غنسرحها مزيان كما كتشوفوا. وغادي نحك هذيك الكميه اللي بقات عندي ديال الفرماج وغادي نديرها فوق البشاميل. صافي الفران راه شعلت عليه باش يسخن.
من بعد غادي ندخله للفران، راه ما كياخذش وقت طويل لان كلشي العناصر اللي فيه راه طايبين. صافي غنديرو من التحت ومن بعد غنشعليه الفوق باش يتحمر ليا داك الفرماج، وغنخليكم مع الشكل النهائي. وشكرا لكم على المشاهده. Thank you.